السلام عليكم خواتاتي خوتي وكل متتبعي قناة هوا صفاء، كراكو دايري؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم ان شاء الله كنقترح لكم وجبة ديروها للغدا، يعني غنية ومشبعة، كتجي هائلة جدا بالارز والخضر. مهم غادي تكون واحد التشكيلة زوينة والطبق لذيذ، ومين غادي تجربوه اكيد غادي تدعيو معايا. يلا نمشيو نشوفو هاد الطبق واشنو غادي نحتاجو فيه. بالنسبة للمقادير حبيباتي، هاد الطبق غادي نصاوبوه بالأرز. وشكون فينا ما كيبغيش الأرز والأطباق ديالو؟ ديجا قدمته لكم على شكل كبسة، قدمته لكم بزاف تاع الأشكال، واليوم جبت لكم شكل آخر. هنا عندي أنا كمية تاع الرز، غادي ديرو على حسب الصينية اللي غادي ديرو فيها، يعني إذا كانوا عدد أفراد أسرة غادي تكثروا. أنا درت هنا زلافان تاع الرز، سلقته في الماء، داك الماء نسمته بشوية ديال الملحة، شوية ديال الهيل إلا كان عندكم الهيل راه يجي زويون، وشوية تاع الزيت باش ما يتعجنش. ملي سلقتو سلقة كاملة صفيتو. وهنا غادي نحتاج تشكيلة ديال الخضر، فيها أنا خديت هنا حبة فلفلة خضراء مقطعة مربعات، حبة كبيرة ديال الدنجال أو البرانية مقطعة مربعات، حبة كبيرة ديال البطاطا مقطعة مربعات، وحبة ديال البصلة مقطعة مربعات، وحبة ديال الكورجيت او الكابويا مقطعه مربعات. وهنا غادي تضيفوا لي حتى الجزر، انا ما بقاليش الجزر، لقيت ثلاجتي ما فيهاش الجزر ما استعملتوش، ولكن الجزر حتى هو قطعه مربعات واستعملوه. وعندي حبه طماطم رابيتها في الحكاكه الرقيقه، عندي شويه تاع البازيلا او الجلبانه اللي كتبقى اختياريه، عندي جوج معالق تاع القزبر ومعدنوس، وجوج معالق تاع الزيت، وعندي واحد جوج دروسه تاع الثوم حتى هما محكوكين. اتفقنا. وغادي نحتاجو، انا هنا استعملت صدر ديال الديك الرومي، يعني لا دانت صدر ديالو مقطع مربعات، تقدروا تعوضوه بصدر الدجاج، تقدروا تعوضوه بلحم مفروم، يعني هذاك الشيء اللي عندكم في الدار متواجد. انا استعملت صدر ديال الديك الرومي. خديت واحد الطنجره درتها على النار، وغادي ندير فيها دوك زوج معالق نتاع الزيت، وغادي ندير نبديو بالثوم والبصله، هما غادي نبديو بالحوايج اللي ياخذوا لنا شويه الوقت في الطياب. غادي نبديو بالثوم والبصله، نقليوهم بعدا مع بعضياتهم شويه، نقليوهم شويه، نضيفوا لهم هذاك لادانت، ونضيفوا لهم البازيلا يعني الجلبان. يعني هاد الخضر كلشي راهما طايبين، شرا حتى حاجه ما عندنا طايبه، غير الرز اللي عندنا طايب باش نكونوا متفقين. غادي نضيف هذوك الصدر ديال لادانت اللي مقطع مربعات، وغادي نضيف البازيلا او الجلبانه، لحقاش هي كتاخذ شويه وقت في الطياب على الخضر الاخرين. والا كنتو استعملتوا الجزر مربعات حتى هو ضيفوه في هاد الوقيته هذه، ضيفوه مع الدجاج والبازيلا، يعني مع لادانت والبازيلا. ملي درت هاد الخضر شويه، هاد لادان دو البازيلا، غادي نتبلهم، ندير واحد شويه نتاع فلفل اسود ربع ملعقه، معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، الخرقوم البلدي، معلقه صغيره نتاع الزنجبيل او سكينجبير، معلقه صغيره نتاع فلفل احمر، وراس معلقه ديال القرفه، ولا رمي واحد العود ديال القرفه. وغادي نديروا الملحه عينكم ميزانكم. كنخلطوا هاد التوابل مع هاد المكونات اللي درنا كما راكم تشوفوا. غادي نضيف زوج معالق نتاع القزبر ومعدنوس يعني الربيع، وغادي نضيف ديك الطماطم اللي محكوكه، حبه ديال الطماطم تكون كبيره وتحكوها، وكذلك واحد الملعقه صغيره من الطماطم المصبره، يعني طوماط كونسيرفي الحامضه. نخلطهم ونجيب الماء ونقدر يعني نمرق بالماء حتى كنغطي هذاك الجلبانه، ونخليوها نخليوهم يطيبوا. غادي ندير لهم نطيبهم واحد 10 دقائق غير في الطنجره، عاد غادي نضيف لهم الخضر الاخرى، يغطيو عليهم ونخليوهم يطيبوا واحد 10 مينوت هكا، ونشوفوهم مع بعضياتنا. ملي هنايا خليتهم مده 10 دقائق حتى الجلبانه يعني دخلها الطياب وصافي، غادي نضيف كامل هذيك الخضر اللي ذكرنا، الدنجال الفلفله البطاطا والكورجيت، نضيفهم ونخلطهم، ونولي نغطي ونخلي كلشي كيطيب، وما نخليهمش يشربوا كامل، نخليو فيهم شويه ديال المعرق. يعني طريقه سهله مهله، وكتجي فريمون الريحه طالعه لذيذه، وعندنا تشكيله من الخضر شي حاجه اللي كتجي بنينه بزاف. ودابا غادي نمشيو نصاوبو في الصينيه ديالنا. خديت هنا صينيه اللي غادي ندخلها الفرن، اكيد الصينيه غادي تبقى على حساب نتوما عدد افراد الاسره، انا خديت على حسابي. غادي ناخذ ندير نصف كميه الارز، قلنا الارز راه حنا منسمينو بالهيل كيجي هائل،
كندير فيها نصف الكميه تاع الرز، وغادي نجيب هذاك الخضر اللي طيبناه مع لاداند مع ثوم، وغادي نفرغها هكا من فوق هذا الرز كامل، نفرغوها من فوق تجي زوينه بزاف هاد الطريقه كامل. نخويو هاد الكميه كامله اللي درنا، وغادي نولي نغطي عليه بالرز. تقدروا ديروا غير الرز، يعني طبقه ديال الرز وطبقه تاع الخضره، ولكن لا انا بغيت ندير هاد لاستيس كتجيني زوينه، والرز كيكون ملبي من التحت من الفوق كيكون شارب كل شيء. نغطيو مزيان هكا. وهنا اخواتي عندي واحد الاقتراح انا كنحمق عليه، عندي غير واحد الكاس نتاع لاصوص بشاميل، كاس ديال الحليب ديروا معاه معلقه زبده، معلقه فرينه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ديرهم على النار وتغطيو بهم الوجه نتاع هاد الصينيه هذه. الا بغيتو تستغناو على هاد الخطوه تقدروا تستغناو عليها، تخليوا هكاك الصينيه ديالكم، ديروا عليها شويه ديال الفرماج، دخلوها للفران يحمر الوجه ديالها، تخرجوها. بغيتو ديروا كما درت انا وديروا كاس ديال البشاميل، تسرحوا هكا على الوجه نتاع الصينيه، تغطيو به داك الرز، عاد ضيفوا فوقه الفرماج، غادي تجيكم احلى واحلى واحلى صينيه ديال الرز ممكن تاكلوها. فريمون كتجي شي حاجه هائله. كما شفتوا غادي نديروه غير على الوجه، ما غاديش نحتاجوا شي كميه كثيره، فقط انا استعملت كاس كبير ديال الحليب، وزعته هكا من الفوق، رشوا عليه فرماج هكا اللي باش يعطينا داك اللون الذهبي الجميل، وحتى المذاق غادي يجي فريمون هائل. الرز مع البشاميل كتجي شي حاجه اللي توب. وغادي ندخلوها الفران واحد 10 مينيت هكا ماذا بيكم، حتى كيغلى كل شيء، تغلى هذاك المراق ويلبس لنا هذاك الرز ايتو، ونزلوا هذاك الفرماج عاوتاني يتغاتينا ويدوب ويحمر، ونتلاقاو باش نشوفوها اكيد على طبق التقديم، نشوفوها ملي كطيب وكتوجد. وها هي الصينيه ديالنا اخواتي من بعد ما وجدت، الريحه طالعه في الدار تبارك الله ما شاء الله، زوينه وشي حاجه اللي لذيذه، وكما شفتوا غنيه الرز الخضر، المهم عندنا تشكيله زوينه وهائله. كنخليوها حتى كتحمر هكا وكتقدموها، وكتقدموا معها طبسيات، وكل واحد كيهز الكميه اللي بغى منها، يعني غدا يعني كما نقولوا كامل مكمول. ضيفوا معها سليطه هكا خفيفه صافي، كتقدموها كما قلت لكم الكميه كتبقى نتوما شحال ديروا في الطباسه، ولا يعني كل واحد كيهز الكميه اللي بغى. كتجي زوينه بزاف. وديك الخطوه نتاع البشاميل تقدروا تستغناو عليها الا عكستو لها ولا شي حاجه، ما كانش عندكم الحليب ولا سي با غاف، ماشي مشكله. نتمنى تعجبكم هذه الفكره نتاع اليوم وهاد الصينيه نتاع اليوم، وضروري ضروري خاصكم تجربوها وتردوا لي الخبر في التعليقات، لحقاش ديما كتفرحوني ملي كتقول لي شي اخت اختي انا كنشكرك وعائلتي يعني شكروني وهادي وهادي، وكنفرح بزاف، ونبغيكم دائما تكونوا في القمه ودائما تكونوا الحادقات ومتولات، هذه هي المهم عندي، تكونوا قادات في ديوركم كيما نقولوا. صافي هذا هو الاقتراح تاع اليوم، الى عجبكم كيما نقول لكم حبيباتي ما تبخلوش عليا لايكاتكم، تعليقاتكم جميله، الاشتراك في القناه للجديدات مع تفعيل الجرس الصغير، خليتكم على خير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع سيوات صفاء. الى اللقاء يا اغلى واحلى صديقات.